إذا هذا هون عنا نبين جزء منه، هذا مش الدرم، هذا الكونتينر اللي في داخله الدرم. ولذلك هذا الكونتينر شو بتلاحظوا فيه عليه هون؟ هي هيتر. الهيتر فيه له ثلاث أطراف أو طرفين عشان الحرارة تشغيل الهيتر، وهذا إرث. فهاي النقطة هون إرث. ولذلك اللون مبين لون هذا السلك معكم؟ أصفر وأخضر مش هيك؟ وهدول الطرفين هم اللي بحط عليهم 220 فولت عشان أسخن المي بالداخل. فهذا الهيتر لما بدي أفكه حسب من وين بنفك بنسحب سحب زي هيك، بكون هاي الطرفين الهيتر اللي موجودين هون. هذا السنسر، هلا انا السنسر حكيت لكم قبل شوي انه ار تي دي، انا لما رديت اتاكدت يبدو انه ان تي سي، ان تي سي ثيرمستر، ان تي سي اختصارنا نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت، يعني لما تزيد درجة الحرارة بتنزل مقاومة. نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت، هلا نفس الشيء هدول السلكين بقدر افكهم من هون. إذا فكيتهم من هون ببين الطرفين اللي موجودين هون، بإمكانك تحط مالتي ميتر وتقيس المقاومة تبعت هذا السنسر الموجود هون. طبعا هذا فحصه صعب، ممكن نفحصه بس فحصه صعب، كيف بدي افحصه إنه هذا بيشتغل ولا لا؟ ممكن مثلا إنك تعبي مي وتبدأ تشغل الهيتر من هون وتبدا تشوف انه هذا مقاومته بتختلف بتتغير مثلا، بس هذول راح يشكلوا كلوز لوب فيدباك، فاهمين ايش يعني؟ راح اخذ فيدباك من هون يمثل لي درجه الحراره، وبعدين راح اصير اسخن هذول الاثنين من هون. نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت ان تي سي، وهذا هون الهيتر اللي هو اظن انه من 2000 ل 3000 واط، انا قلت لكم 2000 بس اظن انه بتراوح من 2000 ل 3000 واط، هذا الريزيستيف هيتر. الهيتر اللي هو موجود هون هذا التيرمينال ايرث، وهدول بيصيروا التيرمينالز تبعته بلس وماينس من هون. اذا صار عندي خمس تيرمينالز هون، ايرث للهيتر، الطرفين تبعون الهيتر يمر فيهم الكرنت العالي حوالي 8.5 امبير 9 امبير تقريبا هون حتى يسخن على 2000 واط، وبعدين عندي هون السنسر، هدول رح يرجعوا على كلوز لوب، متذكرين الكلوز لوب اللي رسمناها؟ فرح يصير عندي هون في عندي الهيتر، والهيتر هذا هون راح يسخن المي، وبعدين احنا في عندنا سنسر هون والهيتر، هي الهيتر سنسر، وبعدين هون راح يكون في عندنا كنترولر، يمكن يكون بي اي كنترولر مثلا، وبعدين عندنا هون، وهون بدك تحط الست اللي هي قديش كان ممكن تكون 30 40 50 60 90 حسب الهاي، وهذا هون عندي هذا الاكتشوال، هاي كلوز لوب كنترولر راح يكون في عنده بورد صغير، والبورد الصغير راح يكون في داخل البي اي كنترولر او بي، يمكن بي تكفي ما بعرف، او بي اي كنترولر. السيستم داينامكس هون مش كثير مهم لانه هذا سرعته بطيئه، قديش راح قديش تتوقع وقت مقبول انه يسخن هذا؟ يعني الرايز تايم، كانه بنحكي الرايز تايم، شو وقت مقبول انه يسخن؟ يعني لو سخن خلال 30 ثانيه دقيقه مقبول مش هيك؟ 30 ثانية دقيقة، وهو عم بيعبي وهو بيعبي المي، ممكن احنا نبدا نسخن كمان، وممكن نستنى دقيقة دقيقتين قبل ما يسخن المي. إذا هذا الهيتر، إذا بدكم تطلعوا بشكل أقرب يمكن تشوفوا الهيتر بشكل أوضح، أطراف الهيتر، هي أطراف الهيتر الثلاثة إذا كنتم شايفينهم، هذا من هون هو الإرث، وهذول التو تيرنرز، طبعاً بدكم تنتبهوا أنا هون فاكك كأني الغطا طلعهم. مظبوط ما كانوا مفكوكين بالاول، كانوا مفكوكين، لا مفكوكين اوكي، عاده المفروض يكون في غطاء زي هذا الابيض، شايفين هذا الابيض من هون؟ المفروض يكون مغطي من هاي عشان الحمايه، هذول هلا مش معزولين من هون، فهي رح تصير لايف لما يشتغل الهيتر، رح يصير عليها كهرباء، هذه هون طبعا اللي بالنص هي